ما غير مونيتر يولي سلامية كامل. اللي يسرق يستعمل في الأساليب الملتوية الكل. علاش ريحته نادي؟ هو كيكة ريحته، أنا نلعب فيه وناكل فيه مع العباد. هاك ما قتال هم ياكلوا فيها في الرستورانات. ما حقيقة الأبقار المريضة بداء الكلب والجيفة في المسالخ التونسية؟ راي البقرة منفوخة من الهواء ممدودة مش على راحتها، هزوها غادي البطوار و... بطوار وين هذا؟ سوس سوس حيوان هذا حامل حشك من الكلب. لماذا تغرق الأسواق باللحوم الفاسدة والمعفنة ومن وراء العملية؟ لقينا اللحوم الفاسدة واللحوم الخامرة، لقينا الدود، لقينا الأحشاء اللي باش يعملوا منها المرقاز. تونس المواد الاستهلاكية والصحية تتحول إلى كابوس والأطفال في خطر. برا طلت تشوف الخنار الأزرق هذا مصنع متاع سموم. هذا يتجاوز الإجرام الغذائي. برغوث هذي منين جايك؟ من عند جارنا، هذي عنده حيوانات. بلا قناع في ثوب جديد الأربعاء التاسعة ليلاً.